السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. في نسجل اليوم درس جديد من دروس منهج جريد 4 بريدج تو سكسس. نسجل اليوم يونت 10 ليسن 4 درس لوكال سبورتنج هيرو، واللي هو عمر عبد الرحمن. طبعا متابع كرة قدم، عارف كويس عمر عبد الرحمن لأنه لاعب مهاري معروف. هنبدأ بالباراجراف A. معانا سما، سما تقرأ معانا الباراجراف. سما، باراجراف A. At the age of 9, Omar Abdul Rahman started playing football. He started playing football at home as he grew up in a family of footballers. First, he played for Al Hilal and Riyadhah. سعودي تيم، يعني فريق سعودي. In 2010, he played for an Iran football club. Okay. In 2007, he was 15 years old, lot of football clubs wanted Omar to play for them, but he wanted to live close to his family in the UAE. He played for the Emirates International Fine. تيم، انترناشونال تيم. اوكي، في سن التاسعة عمر عبد الرحمن بدأ يلعب كرة القدم. بدأ يلعب كرة القدم في البيت، وعندما كبر، لأنه كبر في عائلة تحب أو أسرة تحب فيها لعيبة الفوتبولر، يعني لاعبي كرة قدم. يعني كان العائلة بتاعته نما في عائلة بها لاعبي كرة قدم. أولا هي بلايد فور الهلال، الأول لعب لنادي الهلال وهو فريق سعودي في عام 2000، وبعدين لعب لنادي العين الإماراتي. طبعا العين، نادي العين اللي هو موجود في مدينة العين، كرة القدم سنة 2007. كان عنده 15 سنة، كثير من الأندية، أندية كرة القدم كانت تريد أن يلعب لها عمر عبد الرحمن، ولكنه كان يريد أن يعيش بقرب من أسرته، كلوستو يعني بقرب من في الإمارات. وطبعا هو لعب للمنتخب الوطني لدولة الإمارات. طبعا بعد ما نقرا، عندنا هنا باراجرافات، باراجراف A و B و C و D. بعد ما نقراهم هنضع عنوان لكل باراجراف. إذا أول باراجراف بيتكلم عن نشأة عمر عبد الرحمن، يعني وبداياته في لعب كرة القدم. ننتقل إلى باراجراف B. He heard، هنكمل يا سما. He Paragraph C. He hurt his leg in 2009 and couldn't play football for 6 months. Then in 2011, he hurt his leg again. He hurt his leg، يعني هو يعني أصيب، قدمه أصيبت في 2009 ولم يستطيع أن يلعب كرة القدم لمدة 6 شهور. بعدين في 2011 برضو أصيبت قدمه مرة أخرى. يبقى إذا الباراجراف دي بيتكلم عن إصابات عمر. He hurt his leg. باراجراف C. Paragraph C. He is a very good player and his won يعني award. فاز بالعديد، many awards يعني فاز بالعديد من الجوائز. اوكي، won many awards Many awards. including Including Emirati player player of the year 2013. يعني فاز بجائزة لاعب العام 2013. بعدين he played football in the 2012 أولمبيكس. الأولمبيكس اللي هي الأولمبياد اللي هي بتقام كل 4 سنوات. هو لعب في سنة 2012 أولمبيكس اللي هي كانت موجودة في لندن.
طبعا هنا الباراجراف بيتكلم عن عن جوائز اووردز، يعني اووردز عمر ذا اووردز اللي هي جوائز عمر اللي حصل عليها اثناء لعبه كرة القدم. ننتقل الى الباراجراف دي. Paragraph B, when Omar moved في سعودي أريبيا. to Saudi Arabia, all of his family went with him to see his His father. Father has always held his son and Omar thinks he is a good football player because his family loves and they prayers pray for him. For him. الباراجراف دي بيتكلم عن ان عمر عندما انتقل الى السعوديه، طبعا عمر عبد الرحمن لعب في بداياته في السعوديه وبعدين انتقل مره ثانيه السعوديه. All of his family went with him too، كل الاسره بتاعته انتقلت معاه. ابوه دايما كان بيساعده، وعمر يعني عمر thinks he is a good footballer، وعمر بيعتقد ان هو لاعب كوره جيد لان عائلته تحبه، ودائما say prayers for him يعني بيدعوا له. say prayers يعني بيدعوا، يقول له الدعوات يعني. والباراجراف ده بيتكلم عن أسرة عمر عبد الرحمن. دلوقتي هنشوف بقى الايه، زي ما اتفقنا ان في اربع عناوين للباراجرافات. المفروض ان احنا كنا هنسمع، طبعا سما قرأت، احنا سمعنا كويس. هنحط امام كل باراجراف عنوان من العناوين الاربعه. نقرأ العناوين يا سما. Omar, our, ايوه Omar family, Omar get hurt, يب. وعمر's Omar younger days. younger days يعني ايامه ايه؟ عندما كان صغير. طبعا احنا اول باراجراف اتكلمنا فيه عن ايه؟ عن عمر's او younger بالاخص days. younger days لما اتكلمنا عنه وهو كان صغير وبداية لعب كرة القدم، يبقى number four هي هتكون ايه؟ بعدين تحدثنا عن تعالي نرجع كده ونشوف واحدة واحدة. يبقى أول واحد كان عمرز younger day younger days، وبعدين هنا عن إصابات، يبقى عمرز عن الإصابات، يبقى عمرز أو عمر سوري gets hurt، يبقى B اللي هي مع رقم في B. فالرف C كنا بنتكلم عن awards، عمر دور كنا بنتكلم عن جوائز عمر، يبقى هنكتب جنبها C. عند number one هنكتب C، وعمرز family هتبقى B. طبعا هيبقى فيه صوت المفروض نسمعه مش نسمعه. ادي الاجابه سي دي بي واي. وده كان اسلوب الامتحان، امتحان نهايه العام، ان يكون في باراجراف واحنا بنحط العناوين على الباراجراف. عندنا كم سؤال صح وغلط هم مجاوبين بالفعل، نقراهم كده يا سما. نمبر 1 Omar is from the UAE. طبعا الإجابة صحيحة. He was 50 when he started playing football. طبعا بدأ وهو عن عمره 7 سنوات. 7. بعدين مستر لا كان عمره 9. خلينا نتأكد. طيب فين مكتوب 9؟ أول صف. اوكي كان ستارت بلاينج فور ات هوم از جو اب اس فان. اه نايس نايس صح، ات ذا ايج اوف 9 صح مظبوط. برافو عليك يا سما. نكمل. ات ذا ايج مكتوب فعلا في اول سطر ان هو بدأ وعنده 9 سنوات. he has never hurt his leg. فولس طبعا، لانه يعني اصيب مرتين في الركبه وكان بيتعالج لمده 6 اشهر. نمبر 4 he is a very good footballer. طبعا هو لاعب كره قدم جيد اكيد. نمبر 5 he doesn't see his family after
يعني المقصود بها ان هو لم يرى اسرته؟ لا طبعا، اسرته دائما تذهب معه اينما يسافر او يبقى. دلوقتي هنتكلم على زمن المضارع البسيط. طيب تعالوا نتكلم كده بسرعه، هفكرك بالمضارع البسيط بيتكون من ايه. المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل تنس، بريزنت سيمبل تنس الاول، البريزنت سيمبل تنس مع فيرب تو بي، مع فيرب تو بي بيكون من ام واذ وار. ام بتاخد ايه يا سما؟ ام بتاخد اي، واذ بتاخد شي هي و هي و هي و ويت. ممتاز. اما ار بتاخد هي وشي ويت، و ار بتاخد ار بتاخد وي زد وي وار ويو. ويو. تمام، ده بالنسبة ل verb to be في زمن المضارع البسيط. طبعا ده اللي هو verb to be اللي هو كمان بنستخدمه في زمن المضارع المستمر زي الإضافة لفعل I mean. دلوقتي هنتكلم بقى على الجزء الثاني من present simple tense، اللي هو عندنا شقين لزمن present simple tense، مع he وشي وات بنضع في الفعل، مع he وشي وات بنضع في الفعل اس او اس اس او اس. اما مع باقي الضمائر اللي هم they they و we و you لا نضع في الفعل، طبعا و I معهم و I لا نضع في الفعل اس، الفعل فقط مجرد من اي شيء. نرجع تاني عشان نجاوب على الاسئله الخاصه بهذا الزمن. طيب عمر، هنا عمر مفرد، هو فاعل مفرد، ممكن نشيله ونحط مكانه هي، فناخد عمر از عمر ام ولا عمر از ا فيري جود فوتبول بلاير. عمر طبعا ام بتاخد اي فقط في فيرب تو بي، ام بتروح مع اي فقط، فعمر هناخد معاها. طبعا هنا بيقول لي هنعمل دائره سيركل ذا رونج انسر، هنعمل دائره على الاجابه الخطا، يبقى الاجابه الخطا هي ام، الاجابه الصحيحه از. نمبر 2، اقرا اي سؤال. نمبر 2 عمر بلاي ولا بلايز؟ طبعا احنا قلنا مع هي وشي وات بنحط في الفعل اس، كمان مع الاسماء المفرده بنحط في الفعل اس، يبقى الاجابه الصحيحه هي بلاي. الإجابة الصحيحة عمر هتاخد plays، ولكن الإجابة الرونج هتبقى play، هنضع دائرة على إيه؟ على play، إنما الإجابة الصحيحة هي plays. نمبر 3 is right his father help or helps. الأول نقول الصح ناخد إيه؟ يعني his father المفروض نحط في الفعل، المفروض نحط في الفعل الاس، ولكن بما ان احنا هنختار الاجابه الرونج هنختار help help him with football. نمبر 4، كمان عمر مفرد هناخد معاه المفروض عمر، عمر ايه؟ المفروض عمر works، نحط في الفعل ايه؟ ولكن احنا هنختار الرونج انسر، يبقى نحط ايه؟ work. نمبر 5، عمر think or thanks، الإجابة الصحيحة عمر thinks his family are very important، فهنعمل دائرة على الإجابة الخاطئة اللي هي think. number 6، his family say ولا says prayers for him، طبعا هنختار says عشان على اعتبار ان his family جمع، انا من رأيي ان his family مش جمع، his family هي أسرة واحدة تبقى مفرد، فالإجابة المفروض تكون say مش say. المهم طيب انتقل الى كتاب الاكتيفيتي بوك. كتاب الاكتيفيتي بوك هنتعلم عن
عند إضافة إس أو إس، إحنا قلنا في زمن المضارع بسيط نضع إس أو إس في مع هي وشي وات. عند إضافة إس أو إس وكمان أي إس، إمتى أحط أي إس؟ إذا الفعل ينتهي بواي بشيل الواي وأحط أي إس، بيكون في نطق مختلف للإس في النهاية. يعني أحيانا الإس تنطق إس أو زد، أو تنطق ممكن نقولها تنطق س أو ز أو إز. هنشوف دلوقتي. طيب يا سما. عمر عبد الرحمن plays football for the UAE. He works very hard and goes to training every day. تمام. Watches a lot of football matches and studies other football players to learn more. When he finished playing football in the future, he almost up. Future. He is going to help young players. تمام. عمر عبد الرحمن plays football for the UAE. عمر عبد الرحمن بيلعب كرة القدم للإمارات. He works. هنا شفنا الفعل works في S فنضفناها S works very hard and goes. هنا ال S نضفناها Z to training every day. He watches. هنا نطقنا ال S I Z watches a lot of football matches. نطقناها I Z كمان and studies other football players. نطقناها Z to learn more. When he finishes I Z playing football in the future, he is going to help younger players. S نطقناها S. إذا بيختلف نطق ال S من كلمة إلى أخرى. عندي هنا بعض الكلمات، تعال نسمع كده وبعدين نحطها في المكان المناسب. Plays. Plays. Finishes. Finishes either. Speaks. Speaks bliss. Jumps. Jumps bliss. Dances. Dances either. Does. Does that. Watches. Watches either. Okay. يبقى تعالي نقراهم مرة تانية واحدة واحدة ونحطهم في المكان المناسب. يبقى واحدة كانت plays. هحط أول ثلاث كلمات وبعدين هنكمل احنا الباقي. plays آخرها زد. finishes is يبقى نحطها فين؟ في أي خانة؟ اس ولا زد ولا اي زد؟ finishes. دايما لما يكون في اي اس تحط ايه في الاي زد؟ تنطق اي زد. يبقى finishes هتبقى في مع الاي زد. speaks هنا نحطها مع الاس. طب jumps نحطها فين يا سما؟ برضه فيها اس. dances قلنا لما يكون فيها اي اس بنحطها مع ايه؟ مع الاي زد. بعدين does نحطها مع الزد. watches فيها اي زد. play. كده نكون وصلنا لنهايه شرح درس اليوم. شكرا يا سما، نراكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.